هندوف ولاية تيزي وزوج جزء لا يتجزأ من الوطن العزيز الغالي، وهي ولاية مجاهدة. ولاية ودابا نتوما علاش كتكلموا على تيزي وزو على القبائل المحتلة ودائما كتذكروا على أنها جزء لا يتجزأ من الجزائر؟ إلا كانت فعلا جزء لا يتجزأ من الجزائر علاش كتعاودوها؟ حنا إلا قلنا الصحراء الغربية مغربية جزء لا يتجزأ من المملكة المغربية فعندنا الحق نقولوها، لأن القضية كاينة في الأمم المتحدة، لأن النزاع المفتعل مازال مفتوح. ولكن توما القبائل المحتلة واش كاينة في الأمم المتحدة؟ واش كاينة في مجلس الأمن؟ علاش كتدخلوا تناول الجرارة؟ علاش خايفين من درتو الزيارة ديال الرئيس ديال الجزائر ودائما كتذكروا على أن القبائل جزء من الجزائر؟ هي العكس، هي دابا نتوما خايفين على أن القبائل تاخذ الاستقلال ديالها من الاحتلال الفرنسي الجزائري. الجزائر كدولة فاشلة ما تقدر تحتل أي جزء من الأجزاء، حتى الأجزاء اللي عطاتهم لها فرنسا ما قدرش تسيرهم، فما بالك أنها تحتلهم. فمن كنقولوا تندوف المحتلة أو بشار أو الصحراء الشرقية أو القبائل المحتلة، راه ما كنعنيوش على أن الجزائر بالنظام ديال الفاشل هما اللي محتلينا، كنهضروا على الاحتلال الفرنسي اللي كان هو السبب ديال تقطيع هذوك الأجزاء كاملة وضمها للجزائر سرطان شمال افريقيا. دابا كتبوا نقول لنا شكون اللي قال لك القبائل ليست جزائرية باش تقول لنا جزء لا يتجزأ من الجزائر؟ اهلا وسهلا بكم خوتي خواتاتي الاعزاء. البارح بالليل مباشرة بعد الزيارة ديال الرئيس عبد المجيد كدبون الى تيزي وزو، الزيارة اللي كانت فاشلة على كل المقاييس، خرج بواحد حوار صحفي مع واحد صحفي من الصحفيين الجزائريين. هذا الصحفي هذا ولا عزيز على الرئيس ودائما تيحضروا معاه في اللقاءات الصحفية ديالو. البارح كانوا بوحدهم فاس فاس الراس في الراس وبدا تيقنبلها الرئيس عبد المجيد كدبون مرة أخرى، خرج لنا بقفشات كبيرة. وصلوا لها أن في سنة آخر 27 أقصاها آخر 27 يكون الدخل القومي تاعنا ارتفع إلى 400 مليار دولار سنويا، يعني جعلنا من في نفس المستوى مثل بعض الدول الأوروبية تاع الجنوب، وإلا ربما ما أحسن. الدول اللي كاينة في جنوب أوروبا اللي كتهضر لا كتهضر على إسبانيا ولا على البرتغال ولا حتى على فرنسا، راه الدخل ديالهم راه البي بي ديالهم يعد بالاف المليارات ديال الدولارات، يعني كنهضروا بالتريليون ما كنهضروش على 400 مليار دولار. اسبانيا راه الدخل ديالها بتريليونات الدولارات، يعني الاف المليارات ديال الدولارات. فما فهمتش انا على اين اوروبا كتكلم وكيف يعقل وكيف يمكن للعقل السليم ان يتقبل على ان دوله كتبيع شويه ديال البترول وشويه ديال الغاز والدخل ديالها تقريبا دابا بين 200 حتى 290 مليار دولار، في ظرف 3 سنوات غتضرب هذا الدخل هذا في جوج، يعني تولي تدخلوا 400 مليار دولار. كديروها الابار قربوا ينشفوا، فكيفاش غديروا ليها؟ ياك ما كتبوا ندخل الابار ديال النفط ديال ليبيا وحسبهم على حسابه هو في الجزائر ولا كيفاش؟ وكتبون ما كديروا تصنيع، ما كديروا تجاره، ما كديروا حتى شي حاجه، نتوما عباره عن بومبا كبيره ديال المازوط وديال الليسانس، كتجيو كتخرجوا داكشي من الابار سواء النفط او الغاز وكتصدروا شويه وكتنقصوا في الثمن باش تضروا بالمصالح المغربيه. يعني نتوما 200 مليار دولار غتضعفوها في ظرف 3 سنوات. وفخامه الرئيس كدبون ربط شويه السلوكيه. نمشي عليها برقابه، بيان سور برقابه نتاع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي واسمع الجرار هو باش يقول لك حنا دوله ما عندناش الديون. منين كيتكلم الرئيس ديالكم على الرقابه ديال البنك الدولي وصندوق النقد، عرف بان عندكم ديون عندهم، لان هاد البنوك الدوليه ما كديرش رقابه لله في سبيل الله، كدير رقابه ملي كتعطي قروض ولا ملي كتبغي تطمئن على تحصيل القروض ديالها. يعني سلم لي على السياده وعلى كل شيء خالص وحنا ما عندناش ديون. يعني الشعب اصبح يميز بين الديماغوجيه والواقع، بين الكذب والصح، والشيء اللي شفتوه وشافوه الاخوان والاخوات الصحفيين والمواطنين باقي المواطنين الاخرين في الولايات اللي زرناها، الشعب راضي. الشعب صعب باش تنال الرضا نتاعو، صعب جدا، لان مرت عليه تجارب تاع سلبيات وتاع كذا وتاع كذا. اليوم بدا يامن بالمستقبل نتاعو من خلال التنميه الشامله نتاع الوطن ان شاء الله. وقلت لكم البارح كذبون مراوغ خطير جدا، داكشي اللي كيديروا قال لهم راه الشعب كيفرز بين الديماغوجيه وبين الواقع. على كذبون منين كتقول لهم انت غنحل لكم مليار و300 مليون متر مكعب يوميا، واش هذه ماشي ديماغوجيه؟ على ملي كتقول لهم غندي الشباب لاوروبا
يشوفوا اوروبا والفقر اللي فيها ونرجعهم للجزائر. هل هذه ماشي ديماغوجيه؟ هل ملي كتقول لهم حنا عندنا اقوى نظام صحي في افريقيا، هل هذه ماشي ديماغوجيه؟ هل هادشي كامل ماشي بعيد عن الواقع؟ هل ملي كتقول لهم غير في المقطع السابق حنا كندخلوا 200 مليار دولار، في ظرف 3 سنوات غنوليو ندخلوا 400 مليار دولار، هل هذه ماشي ديماغوجيه وماشي كذب؟ وشوف كذبون ما نكذبش عليك، حنايا كشعب مغربي حنا راضين عليك مزيان، راضين عليك وفايتين الرضا ليه، تنفرحوا وكتضحكنا وكتبسطنا وكتنشطنا وكتخدم لنا المصالح المغربيه، حنا راضين عليك. ولكن الشعب الجزائري واش راضي عليك ولا ماشي راضي عليك؟ واش انت قاطع عليهم السيارات واللحم والفاصوليا والعدس والحليب وكل شيء وكتقول لهم الشعب راضي؟ في التنمية البشرية أولا، وإحنا أول دولة في التنمية البشرية في هذا الميدان هذا، وكان سبق الأمم المتحدة أنها صنفت الجزائر كم ليدر في 2015-2016. والرئيس كذبون ترى كتشير بالسنوات، واش 2015 ولا 2016؟ راه ميمكنش رئيس دولة في هذا المكان وفي هذا المنصب يبقى يهضر هكاك بالتشير. واش في 2015 ولا 2016؟ راه حيت بيناتهم عامين. قلبت في 2015 وقلبت في 2016 ما لقيتش هذا الكلام ديالي، وكنعاود ناكد لك مره اخرى، راه غير الجاره الغربيه ديالكم اللي هي المملكه المغربيه راه فايتاكم بسنوات ضوئيه في هذا الشيء ديال تسليم السكن للمواطنين، سواء في الدواوير او في دور الصفيح او في اي حاجه. البرنامج ديال دعم السكن اللي كاين في المغرب ما كاينش بحاله في الجزائر، ودخلوا شوفوا غير في اليوتيوب، شوفوا سكنات عادل كيفاش داير، وشوفوا الناس طلبوا سكنات عادل منذ عشرات السنوات في عهد بوتفليقة ماتوا وما استفدوش من السكن. وما تقش تقول هذا الكلام كذبون، راه الدول الاوروبيه وكندا والصين وبزاف ديال الدول وفايتينكم في هادشي ديال برامج السكن والمساعده في السكن اللائق اللي كيقدموا العائلات اللي كيكون عندهم واحد الدخل بسيط ولا دخل متواضع. فما تقش تقارن راسك مع العالم، قول لهم حنا في الجزائر واعرين وخليكم في الجزائر، اما العالميه وبعيد عليك فخامه الرئيس. ثانيا من الناحيه الاجتماعيه ما تقدرش تمشي في التنميه ولا عشرانه وشعبك ساكن في الاكواخ والشعب الجزائري ساكن في القصدير. يعني جراروا ما قلنا والو، جراروا الرئيس ديالكم اللي قال ها هو تفضحكم، اما فضحكم حتى شي واحد من غير الرئيس ديالكم، ها هو تفضحكم الدوله اللي عندها البترول والغاز وكتبيعه منذ 1962 ودخلت الاف المليارات ديال الدولارات من البيع ديالها، باقي الشعب ديالها كيعيش في دور صفيح والقصدير والاكواخ. الرئيس ديالكم اللي قال حنا ما قلنا والو على الزرارو. نشكر كل السلطات المحليه سواء كانت منتخبه او معينه والساده الولات على النظافه نتاع بعض المدن تاعنا، وهي اول ملاحظه يديروها هذه المسؤولين الكبار اللي يزوروا البلاد. يعني اين كنا واين اصبحنا بدون ما اين كنا واين اصبحنا؟ زعما بغيتي تقول انكم كنتو خانزين في عهد بوتفليقه ودابا وليتو نقيين؟ ولكن حنا داكشي اللي كنشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي اللي كينشروا الجزائريين والازبال حاشا المغاربه وملاوحين في الشوارع الرئيسيه ديال العاصمة، هو كيتكلم على النظافه. وبغيت نتخيل هذا المشهد هذا ولكن ما بغاش يدوز ليا، ما بغاش يتفرط ليا. دابا مسؤول كبير من شي دوله جاي عندكم زياره وقال لكم راكم نقيين، يا على دوله. الزياره في باري في ايطاليا عطات دلائل الشعب الجزائري ان الجزائر استرجعت مكانتها، شيء طبيعي انها تتحاور مع الكبار، شيء طبيعي انها تتحاور مع المحيط المتوسط نتاعها. استرجعت مكانتها وتتحاور مع الكبار كاع، واخا نمشيو معكم في هذا الديماغوجي وفي هذا الكذب اللي كيديروا الرئيس ديالكم. دابا واش موريتانيا اللي تاهي حضرات لهذه المجموعه هذه في ايطاليا، واش موريتانيا تاهي دوله من الدول الكبار؟ واش تا موريتانيا زعما عندها الحجم ديال دولة كندا ولا دولة ايطاليا ولا دولة امريكا؟ حيت الرئيس الموريتاني ولد الغزواني تا هو كان حاضر. مشيو من موريتانيا، خلينا من موريتانيا، تونس اضعف دولة حاليا في شمال افريقيا، دولة على حافة الافلاس، رئيس ديالها افشل رئيس في افريقيا. تونس تاهي عرضوا عليها نفس المجموعة فخامة الرئيس كذبون، تا اين الكبار واين مكانة واسترجعت مكانة؟ أبارك من الكذوب، تشد شوية ديك السلوكية. وقيس سعيد أضعف رئيس في شمال إفريقيا، ضعف منك أنت كذبون كاع، فاشل عليك أنت كاع، ياك أنت فاشل والرئيس التونسي أفشل منك. والرئيس التونسي ما بغاش يمشي، قال لهم ما مشيش، ما نجلسش معاكم وما تفرضوش عليا الأجندات ديالكم. وفخامة الرئيس ربط شوية سلوكية تكيس علينا، راك راوغتي بزاف، راه المراوغات كثرتي منه. المثل الشعبي يعبر عليها بصفة واضحة، من عندي ومن عندك تنطبع، إذا كان غير من عندي تنقطع.
دابا بالله عليكم، دابا واش كاين شي رئيس دولة تيقول هاد الأمثال الشعبية بالطريقة هادي؟ ياه لدولة ترجعهم للوطن الأم أيام الكوفيد، شي اللي دارته معاهم بلادهم ما دارته حتى دولة. جبناهم من أقصى الأرض، من منغوليا، من السند، من الهند، من أوروبا، من هذا، وسكنوا في فنادق خمس نجوم وكل شيء مجانا حماية لهم، أرواحهم أرواح أبنائهم، وهذه ما ينسوهاش الوطن تاعهم. دابا إلا ما كنتيش متبع الجزائر تقدر تصدق، تقدر تهيقهم، هذه كذبة كبيرة من الرئيس كذبوا، لأننا كنا عاقلين على أن الجزائريين خاصة الطلبة اللي كانوا في تركيا، اللي كانوا في أوكرانيا، اللي كانوا في أوروبا، بقاو تيبكي وتيشكي ولاحوا الباسبورات ديالهم وداروا التظاهرات لأن الدولة ديالهم ما قدرش ترجع. حنا كاملين شفنا الكوارث اللي كانوا في كورونا، خلينا دابا من هذوك الناس اللي كانوا في الهند والسند، وانت ما جبتيهم تمن تركيا، والجزائريين في تركيا كانوا كثار وداروا مظاهرات امام القنصليات، وباقي الفيديوهات في اليوتيوب وفي تيك توك وفي انستغرام، اللي بغى يقلب ويتاكد من هذا الامر يتاكد. حنا راه كنا درنا حلقات خاصه على هذا الموضوع هذا وعارفين علاش كنتكلموا، خلينا دابا من هادشي ديال برا. وغير في الداخل ديال الجزائر الناس كانت تموت لان الاكسجين ما كانش، وغير في الداخل ديال الجزائر الناس كانت تتوقف الشاحنه ديال الاكسجين في الطريق، وكانوا كيحولوا لهم المسار ديالهم الى اقرب مدينه باش يستافدوا وما يستافدوش الاخرين. كانت كارثه بكل المقاييس، كنتوا على شويه كمان حرب اليه بسبب نقص الاكسجين، والموتى ديال كورونا كانوا بالالاف ماشي بسبب الكورونا ولكن بسبب نقص توفير الاكسجين في الجزائر. فاربط علينا ديك السلوكي الله يرحم بها الوالدين، لا بغيتي تكذب وكذب وتكيس، وبركه من الديماغوجيا وبركه من الكذب، والرئيس كذبوا، خلي الكذوب هادو تيساليو الانتخابات وديك الساعه راه ما تخرط عليهم. افايده المؤسسات نتاعنا التمثيليه، تمثيليات سواء كانت سفارات، قنصليات عامه ولا قنصليات، اوامر من الرئاسه واوامر حتى من وزير الخارجيات غيروا المنهجيه تاعهم في التصرف مع المواطنين، فيها اكثر استقبال، احسن استقبال، اكثر قبول بعضهم بعض الى اخره. هل تعلم عزيزي المغربي انه الجزائر هي الدوله الوحيده مثلا في اوروبا اللي كتمنع المهاجر السري الجزائري من تجديد جواز السفر ديالو او البطاقه الوطنيه ديالو؟ اي مغربي، اي تونسي، اي واحد من القاره الافريقيه واخا ما يكونش عنده الاوراق في اوروبا مثلا، يكون حارق، كيقدر يمشي للقنصليه وكيعاود الباسبور، يجبد عقد ازدياد، يصاوب البطاقه الوطنيه واخا ما عندوش الاوراق. الجزائر كانوا ممنوعين من هذا الامر هذا، واكبر دليل غير مؤخرا واحد 20 يوم دابا تقريبا، واحد الجزائري في اسبانيا ما عندوش الاوراق مشى يجدد الجواز السفر ديالو باش يدفع الاوراق ويتزوج، فيتزوج واحد النصرانيه باش يصاوب الاوراق، ما بغاوش يبدلوا لي الجواز السفر ديالو ويحرق راسو. راه كاينه في الاخبار الاسبانيه، دخلوا قلبوا عليها راه غتلقاو هذه المعلومات. هذا مثال بسيط ديال الاجراءات اللي ماشي سهله في القنصليات في الجزائر، كيتعاملوا مع الجزائريين خارج الوطن كانهم زعما شي مواطنين من درجه ثانيه. واذكر الجزائر وصغاي ذكر اسمها تجد الجبابره ساجدين وركع. اليوم كلمه الجزائر مهابه في كل ما يدير. استغفرت الله العظيم، تيبقاو يعايرونا بالسجود والركوع وهما شناهم كيسجدوا فقط لان موظف في واحد الوزاره خدم واحد الابن ديال واحد الجزائري. كانوا كيركعوا كيسجدوا للكادر، غير في الزياره ديال تيزي وزو هذوك البنيتات الصغار هذيك اللي كتهضر لونغلي واخرى كانوا كيركعوا للرئيس كذبون. وتيجي دابا يعاود لينا هذه القضيه ديال السجود والركوع. بالمناسبه هذا الفيديو هذا راه ماشي قديم، هذا الفيديو راه عاود قال فيه نفس البيت الشعري ديال السجود والركوع. استغفرت الله العظيم، زيد عليها هذوك الساحقات الماحقات اللي كاينه في النشيد الوطني، صافي كملوا البايه. طبيعي شكون قام بها؟ عهد الصور الكبيرة وإطار في منصة هذه انتهى، دخلنا في عهد الإقناع، إقناع بالعمليات بالبرامج كذا كذا كذا، وداروا على حسن نية. عهد الصور الكبيرة انتهى وكذبون، تا واش نسيتي؟ إن كنت ناسي أفكرك، وعاد داروا لك تيف فوق الدو قداش، عاد داروا لك عاوتاني الكادر، عاد داروا لك الصور المتحركة ديالك، وما ضحكناش كذبون عليك، واش أنت كتكلم مع السمك الاحمر؟ لانك شتك كتكلم بحال الا زعما هاد الناس في الجزائر ما واعيينش مساكن، زعما قله احترام للشعب الجزائري لا تطاق. ما يمكنش ان رئيس دوله او مترشح للانتخابات المقبله يتعامل مع الشعب الجزائري بهاد الوقاحه هاد وتيحقرهم. والناس داروا ليه التيفو، داروا ليه ماشي كادر ماشي جوج عشرات الكوادر، وماشي تصويره وماشي جوج عشرات تصاور، هو قال لهم هادشي ما بقاش وهادشي انتهى. الاخطر في هاد في مسيرات مثل هذه انك تتوقف، لما تتوقف يعني ما وصلتش لبر الامان وما قديش نهائيا على الرواسب وعلى
توقع في الميليو دو غي كما نقولوا سي لا بارتي لا بلو فراجيل. راه خاصكم تقراو وراء السطور وشنو بغى يعني وشنو بغى يوصل. هنا راه الصحفي سولو قال لي زعما واش نتايا مستعد تكمل العهده ديالك الثانيه باش تكمل المشاريع ديالك؟ هو راه قال لي اشرح لي بواحد الطريقه باش الفاهم يفهم. قال لي وصلنا لواحد المرحله ما نقدرش نرجع مارشارير، ما نقدرش نتوقف، حيت الا توقفت غيديوني للحراش. راه خاصكم تفهموا ما وراء السطور. الا كذبون ما ترشحش للعوده الثانيه، راه كيترشح دابا بالزمنه. الا ما ترشحش غيمشي للحبس. يعني دابا كذبون عنده اختيارين، يا اما يبقى حاكم تيديروه في الكروسه ومن بعد في القبر، يا اما يديو الحراش. وصراحه نتضامن تضامنا كليا مع المترشح المعين. كذبون في المهمه ديالو شي مستحيله. حاربنا الكوفيد وحاربنا العصابات سنتين، يعني العهده هذه قلصت الى سنتين ونصف سنوات. ما فيه العهده الجايه ان شاء الله تكون فيه متسع الوقت اكثر لترسيخ كل ما بدينا فيه. وكذبون وفضحتي المخابرات وفضحتي النظام وفضحتي راسك. كتقول لهم هكا ببساطه بكل ثقه العهده الثانيه، يعني دابا انت العهده الثانيه في الجيب رغم الصعوبات. وفضحتيهم بسخوت الوالدين، والله الا فضحتيهم. واللسان ديال كذبون وما تيصبرش وتترطى تفضح كلشي. امنت بها من وقت الصبا، عارف بلي الجزائر ما تشبهش الدولة في عده جوانب. قسما بالله الا متفق معك وكاع المغاربه متفقين معك، الجزائر لا تشبه اي دوله في هذا الوجود. انتم حاله خاصه، انتم خاصكم يدرسوكم في كل الجامعات خاصه الجامعات السياسيه والاقتصاديه، لانكم فعلا لا تشبهون اي دوله. وصلنا لنهايه الحلقه. مع الاسف ما بغاوش يخرجوا لنا داك الحوار المباشر مع المجتمع المدني، هذا كيكون فيه قنابل نوويه، ولكن معليش احنا في الانتظار. احنا كذبون دخلنا معاكم لقاعات الانتظار الكبيره ديالكم، وتحنا غننتظروا لعل وعسى تخرجوا لنا داك الحوار اللي فيه شي ساعه ونص. راه قال لي مصطفى كشكش راه حوار طويل جدا درتي مع ابو صبع اللي جبتي من الميله وجلفة وقلتي اليوم راه من تيزي وزو. المهم معليش رول ما عنده باكاج. الا كنتي اول مره كتشوف هذه القناه ما تنساش تشارك معنا وتفعل جرس التنبيهات باش يوصلك الجديد. كان معكم حاتم المرابط وتحيه كذبون والسلام عليكم.